رصد واقع الإعلام واستشراف مستقبله بالمغرب هو ما التأم من أجله مسؤولون وأكاديميون ومهنيون في ندوة وطنية عقدت اليوم بالرباط، موضوع ظل ولا يزال في صلب أوراش الإصلاح بالمغرب. تعزيز حرية الصحافة والارتقاء بها والارتقاء بأخلاقية المهنة والنهوض بالمؤسسات الكفيلة بالتنظيم الذاتي للمهنة، لا يمكن النجاح في ذلك بدون مقاربة تشاركية مع الفاعلين والمهنيين، هذا ما نحن بصدده. أيضا كان هنالك عمل على تطوير منظومة الدعم العمومي للصحافة في بلادنا والتقدم أكثر في اتجاه تقوية القدرات الذاتية للجسم الصحفي. ننتظر قانون صحافة جديد يدعم حرية التعبير ويدعم حرية الصحافة انسجاما مع الدستور الجديد، انسجاما مع ما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وانسجاما كذلك مع المواثيق الدولية متعلقة بحقوق الإنسان. وحول ذات الموضوع لا تختلف التوجهات حول وجوب اعتماد قواعد تضمن للصحافة دورها في نقل المعلومة الصادقة بحرية، لكن لا بد أن تنأى بها عن حالة الركود التي تعيشها. أعتقد بأن النقاش حول الإعلام في المغرب لا زال في مرحلة القانونية، بمعنى أن النقاش لا زال نقاشا قديما، في حين أنه من المتوقع حسب التطورات التي عرفها المغرب أن يدخل مرحلة النقاش حول المؤسساتية. هناك تحول أساسي في الممارسة المهنية بحرية أكبر من السابق، لكن لا زالت هناك قياس الطموحات والرغبات عوائق كثيرة قائمة في القانون، قائمة في أن هناك صحفيين لا زالوا يدخلون إلى السجن. ويظل الجدل حول حرية الصحافة بالمغرب وما يرافقها من تجاذبات بين الفرقاء من بين تحديات المرحلة الراهنة، فيما يظل التنزيل الحقيقي لمضامين الدستور الجديد في هذا الشأن ذلك الطريق الذي يتلمسه الجميع نحو إعلام يزاوج بين الحرية والالتزام.